Hello students, how's life؟ كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير طلاب. اليوم بلشنا إن شاء الله بـ unit 2 لليونت الثاني لحل تمارين with activity book مع كتاب النشاط. شوف هاي التمارين، أكو بيهن تمارين مهمة وأكو بيهن تمارين غير مهمة. هسه مثلا عندنا في هاي الصفحة الأولى من unit 2 اللي هو lesson 1، هذا التمرين غير مهم، يعني لا بالامتحان ولا في اليومي. عندنا بي هنا أنا هذا التمرين بي مهم، winter, spring, summer, autumn. أنا منطيني صفات الفصول، ويريد من عندي كل فصل أخلي له صفات مالته. مثلا عندنا winter نختاره من فوق cold snows، cold snows اللي بارد ومثلج، spring warm rains، summer hot sunny، autumn cool windy. autumn أنا autumn ما نقول autumn، autumn cool windy. زين، أما تمرين C noun verb adjective. noun اسم، verb فعل، adjective صفة. snow اسم، تمام، يريد من عندي verb snow نفسه، adjective snowy. مثلج rain ممطر أو مطر، rain يمطر أيضا نفسه فعل، rainy ممطر، wind wind windy. هذا فيما يخص تمرين سي. Let's move to page 17، إلى صفحة 17. هاي الصفحة تتكلم لنا عن ظروف التكرار، ظروف التكرار اللي هي always usually often sometimes never. هاي ظروف التكرار بها ملاحظة، يقول إذا كانت بالجملة أفعال كينونة، شنو أفعال كينونة؟ الإز والآر والآم والوز والوير تجي وراها، أما إذا ما عندي فعل كينونة تجي بعد الفاعل. وين موقع الفاعل؟ موقع الفاعل بداية الجملة، وهي تصير الكلمة الثانية. إذن إذا أكو فعل كينونة ورا، شوف هسه هنا أنا عندي إز أجتي ورا، هنا أنا ما عندي فعل كينونة لا إز ولا آر ولا أم، صارت إت أوفن أجتي بعد الفاعل. إذن نحل بي، إت أوفن رينز إن وينتر، يريد من عندي 3 سنتينز أباوت ذا وذر إن إيراك، عن الطقس بالعراق. إت يوجولي هوت إن سمر، إت إز سمتايمز ويندي إن أوتم، it's sometimes windy in autumn. هذا فيما يخص تمرين B. أما هنا هذا التمرين اللي هو التمرين الأخير، will it be dry tomorrow؟ no، tomorrow morning will be cloudy with some rain. no، tomorrow morning will be cloudy with some rain. Will it rain tomorrow afternoon? No, it will be dry and sunny tomorrow afternoon. هاي جمل عادية للطلاب حتى يتقوون بها. ننطلق إلى page 18 إلى 18. طبعا مثل ما تشوفون إنه هاي الصفحة ما بيها شيء، ما بيها شيء تمرين مهم. أوكي، هنا نريد من عندي أن أستخدم هاي الكلمات في جمل. أوكي، مثلا عندنا نقطة رقم 1، last night I went to the bed early. I went to the bed early. هنا طبعا ذني الكلمات أو الجمل غير مهمة، يعني ما تفيد بالامتحان، فخلونا ننطلق على أشياء تفيدنا. زين، نجي على تمرين اللي هو أي. طبعا هذا التمرين أكثر أهمية، تمام، تمرين أي بالامتحان. ساعدنا first، هاي هنا معناتها الأول. أوكي، first راح نجيبها هنا، first one is t first، two and d يعني شنو؟ يعني second، راح نوصلها هنا. third، three r d راح نوصلها هنا. fourth نوصلها هنا. fifth نوصلها هنا. نجعل بصفه. thirteenth يعني الثالث عشر، نوصلها هنا. 18th يعني الثامن عشر، نوصلها هنا. 20th نوصلها هنا. 20th. 21st يعني الواحد والعشرون، نوصلها هنا. 26th السادس والعشرون، نوصلها لا 26th. هذا التمرين مهم جدا مثل ما قلنا طلابنا الأعزاء. نقلب الكتاب على صفحة page 20 اللي هي صفحة 20.
هذا التمرين طبعا مهم، اكثر تمرين مهم في هاي الصفحة هو هذا January. ايش كم يوم بي؟ 31 February. هنا عندنا 28، وايضا من ممكن يجينا 29، تمام، بالسنة يسموها الكبيسة. March 31، April 30، May 31، June 30، July 31، August 31، September 30، October 31، November 30، December 30. اما ذن الجمل، هن جمل عادية listening، تمام، المفروض اكو listening، بس هذا التمرين بذات اهمية. اما اذا اراد من عندكم اذن التمارين الاستاذ ان تحلوهن، فهاي موجود، تقدرون توقفون الفيديو وتاخذون الحل. ننطلق الى صفحة so page 21 اللي هي صفحة 21. طبعا هذا التمرين مهم بالامتحان يجيني، اوكي، جدا مهم، لانه لازم نراجع صفحة 17 في كتاب student book. بس راح ننطلق الحل مباشرة. What season is it? Winter. Who is playing with Simon? Who is Simon playing with? مع من كان يلعب سايمون؟ Nobody. Who speaks first? Yasser. Who is on holiday? Simon. What are three parts of the school year in England called? Terms. How many half terms holiday does Simon have in a year? 3. How many weeks holidays does Simon have every year? 13. أما التمرين الجوا هو تمرين منطينية علامات التنقيط، يعني الكلمة اللي تحتاج حرف كبير مسويها صغير، فإحنا أنا راح أأشرهن، يعني يا حرف أأشر لكم عليه لازم يصير حرف كبير. مثلا ساعدنا my حرف كبير، my parents my sisters أمل، أمل لازم يصير حرف كبير، and I الى اي يكتب حرف كبير، go to London in winter نقطة، we حرف كبير، leave Iraq، Iraq هذا حرف كبير، in December، December حرف كبير، and stay in England حرف كبير، الاي لازم يصير، for 5 weeks، we حرف كبير، always come back for the Iraqi armed، الاي بقى عنا مأشره، الاي والاي، first day، that's January، هذا لازم يصير حرف كبير، الجي. This year it was on Wednesday. W حرف كبير. So we had a long weekend. Wednesday. W حرف كبير. Thursday حرف كبير. And the Friday أيضا حرف كبير. تسووهن وتحلوهن على هذا الأساس. زين. ننطلق إلى صفحة 22 اللي هي 22. هذا التمرين أيضا مهم. تمرين C. فدير باكم منا بالامتحان. The school year in Iraq begins in September. تبدأ المدرسة بالعراق بسبتمبر بشهر التاسع. It's in two parts called semesters. Called semesters اللي هي شنية الفصول. Called semester. Between the septembers, between semesters we have 2 weeks holiday. يعني عطلة نصف السنة. تمام؟ This holiday يقول عندنا عطلة أسبوعين. This holiday is usually in تحدث شوكت January في شهر الواحد. We also have other 3 free days. Some are on the same day every year. Iraqi Armed Forces Day. إذن عندنا عطل أخرى يوم الجيش العراقي، عطلة الجيش العراقي. Iraqi Armed Forces Day for example. Others are different times. وعدنا ايضا عيد الفطر، باوع عيد الفطر، هذا R الحرف الاخير. For example, the longest holiday is in the فراغ summer. طبعا العطلة الطويلة احنا ناخذها هي في فصل الصيف. About 12 weeks long، حول 12 شهر تقريبا. التمرين الجوا هو تمرين دي، طبعا هذا ايضا تمرين، ديروا بالكم منه بالامتحان. ليش؟ لأنه يجيب النهاية الكلمات ويقول يرتبها holidays عطل، months أشهر، weather words كلمات الطقس، season الفصول، هوافن ظروف التكرار. Christmas عيد الفطر، half term، Iraq armed، armed forced اليوم الجيش، weekend نجي على months، February January July March October كلمات الطقس، weather words cloudy rain snows sunny seasons
autumn, spring, summer, winter. How often? Always, never, often, sometimes, usually. طبعا ذني جبناها من هذا المربع الفوق ووزعناها كل وحدة على اليمن على الجدول مالتها الموجود. Let's move to page 23 اللي هي صفحة 23, وهذا التمرين قلنا عليه جدا أيضا مهم, تمام, اللي هو عن رمضان. What's Ramadan؟ شنو هو رمضان؟ وكش راح نقول a month when Muslim fast, هو شهر when Muslim fast, عندما يصوم المسلمون from dawn, من الفجر to dusk, إلى الغروب. What's Eid al-Fitr؟ a festival, اللي هو احتفال. When does it take place؟ شو كنت يحدث عيد الفطر؟ After Ramadan, بعد رمضان. What do people do at عيد الفطر؟ ماذا يفعل الناس في عيد الفطر؟ Visiting friends and relatives, يزور الأصدقاء والأقارب. Giving money for poor people, أعطاء الأموال لمن؟ للناس الفقراء. Giving presents, وأعطاء الهدايا. في صفحة 23 هذا فقط التمرين مهم يجب علينا أن نحفظه وندير بالنا منه. زين, ننطلق إلى صفحة 24. هنا في هاي الصفحة عندي فقط هذا التمرين بي مهم. ليش مهم؟ لأنه كلمات مخربطة أو جمل مخربطة وأريد من عندي أرتبها, فراح تصير I sometimes help my mother cook dinner. ثانية, it often rains in January. 3, Huda is never late for school. إذن هذا الصفحة بيها بس هذا مهم. اوكي, اما page 25 اللي هي صفحة 25, عندنا هذا التمرين الدي اكثر اهمية, تمام. هذا هيك اصلا ما يجينا بالامتحان, بس هذا ممكن انه يجينا. In what season does it snow in England؟ ويا فصل تثلج في انجلترا؟ It snows in winter. What's the weather like in autumn in England؟ It's cool and windy. What's the name of the first month of the year? January. 4. What are the winter months in England? January, February, and December. How many days are there in April? 30 days. 6. How long is the spring holiday in English school? It's 2 weeks. It's 2 weeks. Yeah. نجي على page 26. طبعا ذن التمرينين ايضا مهمات جدا, الاف وكذلك الجي. The last month of the year, December. اخر اشهر السنة. The hottest season of the year, summer. The opposite of warm, cool. In winter when it's cold, it's often snows. Summer comes after spring. Number 1, نختار always. Number 2, نختار 2. 3, shortest. 4, sixth. 7, sometimes. هذا فيما يخص page 26. Page 27 اللي هي صفحة 27 مثل ما تشوفون, هاي الصفحة ما بيها شيء مهم لا بالامتحان ولا غيره, يعني ما بيها شيء, لكن إذا أجبرتم على حله فهذا الحل موجود. وقفوا الفيديو واستخدموا الفيديو بالحل. نجي على صفحة 29 اللي هي صفحة 29, وهذا التمرين أيضا مهم يجينا أيضا منه بالامتحان. لازم نقرأ احنا هاي القطعة, بس بالامتحان ما يجيب لنا القطعة, يجيب لنا فقط ذني الأسئلة. What season was it? Summer. Why did they have to buy warm clothes? It was cold. Which month will be sunny and hot? August. How many different things did they do in London? 4. What is the Arabic word for sea? شنو معناها؟ What is the Arabic word for sea? معناها بحر. How many different things did they do at the seaside? 3. What's the temperature? What the temperature? What was the temperature on the hottest day? اللي هي 32 degrees, يعني درجة الحرارة لليوم اللي تصير بيه حارة اللي هو 32 حسب ما موجود بالقطعة بقى هنا, درجة الحرارة 32.
What month did they come back to Iraq? اللي هي سبتمبر اللي هي شهر التاسع اللي هو أيلول. وصلنا إلى اليونت الثالث. Thank you for watching this video. هذا فيما يخص حل تمارين اليونت الثاني، وانتظرونا إن شاء الله في مقاطع أخرى لنحل اليونت الثالث. Goodbye.